مع العودة الجامعية العديد من الطلبة يلتحقوا بالمبيتات، حبينا نقربوا من الطلبة هذم وبدينا الرحلة بمبيت 2 مارس للفتيات في أريانا، وين أجمعت الطالبات الكل أن ظروف الإقامة تعتبر طيبة، إلا أن مشاكلهم تتلخص في التنقل من كلياتهم اللي في سيدي ثابت إلى المبيت اللي موجود في أريانا. هذاك علاش اتجهنا لمدير المبيت سيد عبد الحميد خريف وحبينا نعرف رأيه في الموضوع هذا. البارح شعرنا وأن يعني كيما استجبنا سألت بعض الطالبات تبين وأن كانت حافلة برك وكان عدد كبير من الطلبة، وذلك علاش أنا اليوم الصباح معناه الصباح وكل شيء كنت مع جنب الطالبات حتى نخذ يعني على عين المكان مع السائق كما العادة كما كنا قبل يعني ننسق مع السائق، هو السائق يبلغ المسؤول ونزيدوا احنا نكلموا باتصالاتنا بالاتصال متاعنا، نزيدوا نتصلوا بالمسؤول ونزيدوا نبلغوه ونعطوه العدد الطلبة. حسب تقييمك أنت الشخصي شنو هي الحاجة اللي تخلي طالبات سيدي ثابت يسكنوا في أريانا؟ المشكلة اللي بعيدة شوية معناتها الديستانس فماش مبيتات يعني ما متوفرة في سيدي ثابت، هذاك علاش؟ لا سيدي ثابت ما فماش مبيت، أكبر أقرب نقطة يعني للسيدي ثابت يعني هو متأسس يعني جامعة كاملة، أقرب نقطة إذا لأريانا. ممكن يمكن يمكنش تدرش ولا نفكروش مستقبلا في احداث مبيت على غير المطعم المتواجد، معناه يمكنش ان نحثوا مبيت الغادي يكون على عين المكان. نفس الاجابه جات على لسان سيد كمال الرابعي واللي هو كهيئة مدير الترشيد والتوثيق والنزاعات ومكلف بالاعلام والاستقبال في ديوان الخدمات الجامعيه للشمال. بالنسبه للطالبات سيدي ثابت ما فهم حتى مبيت جامعي اقرب لهم من اريانا، اقرب مبيت جامعي هو الحي الجامعي 2 مارس اريانا، تعرف لي زون سيدي ثابت بصفه عامه فيها كان يعني مدرسه الطب البيطري فهمني، وفي المستقبل مبرمجين باش يكون فما مطعم جامعي يعني مشروع بناء مطعم جامعي في سيدي ثابت. لكن بالنسبه للاقامه هي اقرب يعني مبيت هو الحي الجامعي اريانا، والديوان بالطبيعه ينسق مع شركه النقل على اساس توفر يعني حافله خاصه للطلبه هذوما تنقلهم يعني من الحي الجامعي للمكان دراسه. في المبيت الجامعي 2 مارس كنت تحكي لي على ظروف الاقامه، وشنو هي النقائص يعني اللي لقيتها انت ولا اللي حطيتها؟ من النقائص اللي لقيناها في المبيت نتاع 2 مارس اني الدوش نتاعنا ياسر بعيد على معناتها على لي شامبر نتاعنا، ديجا معناتها في الصيف نورمال اما لكن في الشتاء شنو، وديجا هو بالطاقه الشمسيه معناتها كان واحد يدخل في الدوش معناتها يبرد عليه الماء زاد شنو معناتها من كلامك اللي الدوش جاي بعيد على البيوت بطريقه انه في الشتاء يلزمك تشق مسافه كامله باش توصل للدوش نتاعنا. الفاي باهي، البيوت باهيين كبار واسعين، مي المشكله مع الناس سالدي تيلي معناش على خلف الفاي كل يكا فيهم سالدي تيلي. وبعد مبيت 2 مارس للفتيات عملنا طلع على مبيت برضو 2، ولهنا نخليكم تكتشفوا مع حنان اللي هي طيبة في المبيت هذا مجموعات المشاكل اللي تعانيهم الطالبات. بالنسبة لكم انتم في التنقل شنو تعملوا بالضبط؟ هو معناتها للعموم معناتها المظهر معناتها السطحي باش تلقى كي تجي تشوف تلقى كار سبيسيال معناتها تهزك من قدام الفوايي قدام الفاك، وهي الكار عمرها ما تلتزم بالوقت باش ندخلوا 8:30 تبقى انت من 7 وانت تستنى ما تجيش لل 7:15 خاطر ثم وقت 4:30 وغير 4 وغير 4 ما تجيش تجي كان في اخر وقت. هو الشيء اللي خلينا عرضه باش ان نغيبوا على الدروس في برشا حالات عامنا معناتها عامنا اول عام فما شكون معناتها تغيب على الدروس قاهره كان وقت امتحانات. في الحقيقه النقائص اللي معناتها اللي تشتكي منها معظم الطالبات ومنها معناتها يعني كنموذج واقف قدامك تو باش نحكي تشتمل على برشا معناتها تبدا معناتها مختلفه وشامله معناتها في كل المجالات باش تنجم تلقى. نبداو بالتجهيزات، التجهيزات الصحيه معناتها اللي هي ابسط ضروريات الحياه معناتها كفوايا تقول انت برضو دي وخاص معناتها بطالبات معهد التحضيري معناتها ما يتوفرش على ادنى متطلبات التجهيزات الصحيه، تجهيزات الصرف الصحي. معنى
معناتها نقصد لي تواليت اللي هي معناتها ما فيهاش ليساج ما فيهاش دي فليكسيبل ما هيش قاعده تتنظف بصفه دوريه كل يوم، بالعكس يمكن مره في الجمعه ولا حتى مرتين في الجمعه ليك الوارد زاد منين الممشى ما بين البيوت ما بين التواليتات هذاك ديما مبسخ ماهوش نظيف. حاجه اخرى التجهيزات الخاصه اللي في البيوت، تجهيزات البيوت معناتها موجوده على اساس زوج بنات برك اور هو في البيت تلقى ثلاث بنات تتقاسم معناتها زوج طواول زوج لافابوات زوج خزاير معناتها انت تصور انت الحاله بالاضافه للمساحه نتاع البيت الضيقه على الاخر اللي معناتها السرير تكون لازقه في بعضها. حاجه اخرى الدوش اللي هو معناتها كمطلب خدمنا عليها من اول طالبنا باش انه الدوش يكون محلول كامل ايام الاسبوع مش حتى كامل او موات ثلاث ايام نهار غير بنهار ويبقى العشر نتاع الليل بويسك ثم بنات تروح السته معناتها توصل هذيك كان سبعه ونص باش ما نقولوش ثمانيه. هذا الشيء هذا تحقق في مده وجيز حكايه الشهر معناتها باش يسكتوا به الطالبات وبعد تالي عاودت نحى. حاجه اخرى اللي هي اهم معناتها تجمع الناس الكل اللي هي الاكله الجماعيه، الاكله الجماعيه كوجبه ماهيش متكامله حتى تعرف معناتها ما تنجمش تحكي عليها وتقول وتسميها وجبة. بالنسبة نحكي على أمور الصيانة والنظافة في المبيتات والأحياء الجامعية، تعرفوا مثال بالنسبة للسنة الجامعية 2012-13 هذه الديوان خص قرابة 5 يعني مليارات لصيانة المبيتات والأحياء الجامعية. اللي يزم نعرفوه هو يعني المبيتات والأحياء الجامعية العمومية التابعة لديوان الخدمات الجامعية أغلبها يعني مبيتات نجم نقوله قديمة شوية، فهمني فما اللي صار إحداثها في السبعينات فما في الثمانينات يعني، وبالرغم من هذا فانه الحاله نتاعها مقبوله وفهمتني ومازالت تأوي طلبه في ظروف طيبه. عمليه مراقبه النظافه تصير هي في المبيتات في المؤسسات بيدها معناها بما يعني مديره المؤسسه في اداره المؤسسه يعني ديما يتبعوا امور النظافه فهمتني، فما الاعوان غادي يقوم بالواجب نتاعهم. مع هذا فما ديما بالنسبة للإدارة هوني فما فريق مراقبة حفظ الصحة كيب دي جي ان اللي تتنقل تعمل جدول زيارات يعني بيريوديكمون كل شهر وإلى كل جمعتين حسب الإطار وحسب الناس معوه نحن على وضعية المؤسسات تعمل زيارة يعني للمؤسسات هذية. وكذلك فما الإدارات الجهوية لحفظ الصحة اللي هما يمشيوا للمؤسسات اللي تابعتنا ويزوروهم بطريقة يعني فجائية نجم نقولوا ويراقبوا ويعطيونا كل مره يعني تقارير على شنو وضعيه النظافه ووضعيه الصحيه للمؤسسات هذه. انتم تسكنوا في برد اثنين، المطعم الجامعي وين غادي معناتها موجود على عين مكان؟ اي موجود محلول معناها فطور وعشاء؟ لا لا عشاء برك، ما عندناش الحق في ريب افروان، ما عندناش الحق في فطور. بالنسبه للفطور اش تعملوا؟ على جيابنا تصرف في الصباح في نص النهار وفي الليل كان خلطت هذا على خاطر تروح 6:30 من الفاك وتزيد الكارت تاعك سبيت توصل كان 7:30 تلقى ريستو مسكر، في غالب الاحيان تلقى ريستو مسكر وكان خلطت ماكش باش تلقى الوجبه ماكش باش تلقى ماك تلقاه ماك لو فات باش يعديوك بعض 200 مقلين وكهو برطاش على روحك. خلينا نبعدوا شويه على مشاكل المبيت، خليناك في مبيت برد اثنين لقيناك توا في دار المعلمين العليا، كنت تحكي لنا شنو هي الحاجه اللي خليتك تكون متواجده لهنا اليوم في الليل بعد ما في الدروس في دار المعلمين العليا؟ على خاطر عندنا مشكله تخص طالب اللي هو يوسف ناصر، زميل يوسف ناصر منعوه من الترسيب مع انه قانونيا عنده الحق باش انه يرسم على خاطر مازال ما استوفاش 3 سنين نتاعه. كنت تحكي لنا باقتضاب شديد على شنو المشكله وفيش تتمثل وشنو الاليات اللي انت قاعد تستعمل فيها تو لتجاوز المشكله هذه؟ ما الاشكاليه تلخص انه وقت ما جيت نرسم علمتني دار اني استوفيت حقي في المعهد هذا، لانه المعهد هذا عنده قانون انه ما عندوش الطالب الحق انه يبقى اكثر من 4 سنوات، في حين اني انا متمتع بعام ما يتحسبش خاطر عامل فيه اعاده توجيه وقع احتسابه وهذا مخالف القانون. هذا يعني الاشكاليه بالضبط. بالنسبه للاجراءات، الاجراءات قاعده تصير في اتجاهين، هي الاجراءات الاداريه العاديه انه تمشي المسؤولين لرئاسه الجامعه الوزاره، والاجراءات الميدانيه النقابيه المعتاده كما الاعتصام ولقفات الاحتجاجيه. من المبيتات المخصصه للبنات مشينا للمبيتات الاولاد، وقبل ما نمشيو لمبيت راس الطابيه مشينا عملنا طلع على الاجواء في المطعم الجامعي بمنفرد. لا نخسر بس.
الريستوران وقت يسكر؟ ها؟ وقت يسكر؟ سبعة. شوف انه الوقت كيفي باش الطلبة يلتحقوا بالمطعم معناها بعد ما يكملوا القراية؟ سبعة يا اخي السبعة تشتشبع انت السبعة 13 سبعة تشتشبع؟ مستحيل تشتشبع. تلك الحكاية ينبع. أنا بكري بس. شوف الفرش كيفاش مصدد خزينة خزينة كيفاش بلي كيفاش مكسر معناها طول مخصر كل شيء معناها ما تلقاش حاجة طيب ذي جري بالنسبة معناها حتى النظافة متاع البيوت بيها نورمال مو كل جمعة اثنين يبعثوا شكون ينظف البيوت هكا ولا في أي دي فوية أخرين كاين فوية ذي مثلا حطكم لهنا نظفوا هاي سبيكه شوف السبيكه وشوف الخيش جيتهم وقبل ما نكملوا رحلتنا مع المبيتات الجامعيه حبينا نعملوا طلع على مبيت خاص للفتيات موجود في مونفلوري واللي فيه ظاهره تعتبر غريبه نوعا ما حيث يشترط على الطالبات المقيمات فيه أنهم يزاولوا دروس لتحفيظ القرآن إلا أنه السيد حافظ والمشرف على المبيت هذايا أصر في اتصال هاتفي أنه يشرف على جمعية مش على مبيت جامعي يعني قانونيا أنتم جمعية مش مبيت يتبع ديوان خدمات جمعية الشمال لا جمعية ما عندنا حتى علاقة بدون خدمة جمعية ما عندنا علينا حتى يعني حتى يكون ترى فهمتك ليه هكا هكا الامور واضحه معناتها سي جراتوي جراتوي معناتها تتابع المصاريف نتاع السكن معناتها ما تسكن لهنا كان تتابع دروس نتاع تحفيظ قران عندي اسئله يعني اقل ولهنا شفنا انه ما نجموش نكملوا نحكيوا في الموضوع هذا من غير ما نعرضوه على ديوان الخدمات الجامعيه وخذينا راي السيد شكري العكرمي واللي هو مدير السكن الخاص المبيت اللي حكيت عليه هو فعلا يعني يرجع بالنظر لديوان الخدمات الجامعية للشمال المبيت هذا متحصل على رخصة استغلال ومش تو متحصل على رخصة استغلال متحصل على الرخصة هذه عنده مدة بالنسبة للأخبار اللي معناتها سيادتك حكيت عليه احنا الحقيقة ما في بدناش به أنا شخصيا تفاجأت به ونحب نأكد أنه بالنسبة للمبيت هذا هو كيف المبيتات الأخرى يعني يلزم يخضع لأحكام كرة الشروط متعلقة بالسكن الجامعي الخاص بالنسبة لتحفيظ القرآن الحقيقة ما عنديش معطيات وما عنديش أخبار عن المبيت هدايا احنا كديوان الخدمات الجامعية للشمال أكيد أنه باش نقوم بزيارة للمبيت هدايا احنا مناش ضد تحفيظ القرآن القرآن معناتها ربما ينجم يكون في موقع آخر ربما أحسن بينما المبيت هذايا هو معمول معناتها لإيواء طالبات اللي فقدوا حقهم في السكن العمومي اللي معناتها نعلمكم به أنه أكيد احنا باش نقوموا بزيارة المبيت هذايا وباش نتخذوا معها الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة إذا كان يتضح أنه المبيت هذايا حاد عن الصيغة متاعه كمبيت جامعي خاص لأنه تعرف أنه بالنسبة للمبيتات الجامعية الخاصة ثم كراس شروط والكراس هذايا يجب على الجميع معناتها الالتزام به إذا كان ما يلتزمش بالكراس هذايا فإنه الإدارة تبدأ تلقى روحها مجبرة على تطبيق معناتها القانون مع المبيت هذايا ولا غير المبيت هذايا بالنسبة لنا احنا كديوان السيد هذايا مازال معانا إلى حد الآن عنده رخصة استغلال وثم معناتها آليات إدارية وقانونية معمول بها إذا كان السيد هذايا معناتها ما عادش حاجته باش يبقى معناتها يتعامل معانا فإنه معناتها يمكن له باش يتقدم بطلب معناتها لي معناتها سحب رخصة أو إلغاء رخصة الاستغلال نتاع المبيت نتاعو وبالتالي معناتها يولي معناتها ما عادش تم علاقة بين الإدارة وبين المبيت الجامعي الخاص اللي هو إلى حد الآن مازال معناتها في علاقة مع ديوان الخدمات الجامعية للشمال. جولتنا في المبيتات الجامعية وفات ونتمنيهم الجهات الرسمية والمشرفة عليها أنه تاخد تدابير لازمة باش طلبتنا يلقاو ظروف مريحة أكثر ويحاولوا يجنبوهم أكثر ما يمكن المشاكل اللي تعترض فيهم وكما نجمو نتفهموا أنه
مبيتاتنا وإلا تجهيزاتها قديمة، كما تنجم الحكومة زادة تتفهم أن التفكير في بعث مبيتات ومطاعم جديدة هي زادة أولوية إلى جانب إعادة تهيئة المبيتات الموجودة.